60 مستحقة للمتوسط التكريم. المرتبة الثانية متوسطة وضاح أخضر بدائرة مطهرة واللي نالت على معدل 88.52%. والمرتبة الثالثة متوسطة الأحياوي لدي عين الملح، عين الملح كذلك حاضر معنا من خلال هذه المتوسطة بمعدل 84.96%. السيد سلميكا ولاية والولاية أباد يكرمهم في هذه الاحتفالية، ويقدم السيد وزير نائب المعالي وزير نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بتكريم مدراء المؤسسات متوسطة سلوك السعيد بن متوسطة مفتاح مخرج المطر ومتوسطة يحيى المعطية من عين الملح نظير ما قدموه. وإن شاء الله يا ربي تكونوا أنتم دائما فاعل خير لهذه الولاية وتكونوا قدوة للمتوسطات والأقامة الثانوية الأخرى. عين الملح عين الملح يتفضل واحد يستلم نائبا.